بعدني اطمح للكثير يعني، اتابع السينما العربيه بس اكثر شيء ان السينما الاجنبيه، يعني دائما انا اهدي نفسي، احب اني اكافئ نفسي دائما. النجمه الاماراتيه اجلان، اهلا وسهلا فيك معنا عبر وياك. اهلا وسهلا. خبرينا عنك على الصعيد الشخصي، قد ايه متابعه سينمائيه؟ يعني شو فيلمك المفضل؟ شو نوعيه السينما بتحبيها؟ انا طبعا اكثر شيء احب الافلام الاجنبيه مثل الافلام الكوريه، الافلام اليابانيه، حتى ايضا على مستوى هوليوود طبعا اكيد يعني، فاتعلم كثير منهم حتى على مستوى التمثيل يعني، فاتابع السينما العربيه بس اكثر شيء ان السينما الاجنبيه يعني، واطمح ان في يوم من الايام امثل فيلم عالمي. طبعا عندي افلام عربيه وانا يمكن من اولى الفنانات اللي شاركت بالافلام القصيره من ايامها يعني، وبعدين الافلام الروائيه الطويله، والحمد لله عندي كم من فيلم ايضا على المنصات، بس بعد احس نفسي في نقطه الصفر، واتمنى ان هذا المهرجان ايضا يكون داعم لنا ان نشارك في افلام سينمائيه اماراتيه او عربيه باذن الله تعالى. بالعوده لبداياتك، انت من الفنانات اللي بداياتها ما كانت سهله، يعني انت تعبتي لوصلتي لهذا المكان، اليوم يعني وقت بتراجعي هيك كل شيء صار معك، قد ايه بتفخوره بنفسك؟ والله اللهم لك الحمد والشكر، بس بعد شوف بعد في النهاية أنا دائما أنا أقول بعدني في نقطة الصفر، أقول بعدني في البداية، طبيعي أن الإنسان يكون فخور في كل ما قدمه، بس بعد أنا أقول بعدني إلى الآن ما سويت شيء، ما قدمت شيء، بعدني أطمح للكثير يعني بعدني. لفتني أنه على جزدانك أشجان، خبرينا القصة، هلا أنت هادية نفسك ولا هدية من حد؟ أنا دائما أهدي نفسي، أمس بعد أنت ما شفتها، أمس كانت بالعربي واليوم هذه تبين، هذه شيء تبين عندكم؟ أي طبعاً طبعاً، أنا لأني أركب خيل، أركب خيل، أنا أعشق الخيل جداً، وفي نفس الوقت أنا أعشق اسمي، اسمي أشجان لأنه هو فني أساساً اسمي، فأكيد دائماً أنا أهدي نفسي، أحب أني أكافئ نفسي دائماً، فأنا أكثر وحدة أني أستحق أني أكافئ نفسي.